ويا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح السرور، وسبحان مبدل الاحوال. الى عقلتوا دائما في الصيف والربيع كندير لكم مقدمات من الجرده، وكيكون هذا الشجر هذا خضر، وكنبقى نقول لكم شو العراس شحال كبارين والشجره شحال كبرات. شوفوا كله ساس سبحان الله، وحتى داك اللون ديالو كيولي كيبان حزين من داك الخضر ودوك الوراق تبارك الله كبارين. وهذا سبحان الله الشجر كله كيتساس، ما كتبقى لا طبيعه لا خضوره لا طاقه لا حتى شي حاجه. شوف الشجره مسكينه كلهم كيتساسوا، وراقهم سبحان الله كيولي بحال هذا. ايوا هذا البنات ما كرهنا نبداو نصبحوا عليكم كل نهار بالطبيعه، ولكن هذا جهدنا عليكم. الطبيعه كلها لا الخريف ولا الربيع ولا الصيف راه شبعتوا، يمكن حتى نتوما شبعتوا معايا طبيعه هذا العام هذا مع لي بيكنيك والخرجات اللي كنت كندير لكم. مهم هذا الشيء اللي عطى الله هذه السعاده، ما بقى لا شجر لا والو. تقولي انت صار الثلج وهذا، شو سبحان الله العظيم فاش كنت في الحمره كانت طاحت طومبيت نيت كبيره وتبارك الله الثلج بقى. انا يا طاح البارح الثلج تقريبا طاحت واحد جوج سنتيم، موراها نقول لكم بشي ساعتين يلا قلت عشي بديت كنزير يا ربي استلم الثلج هذا، موراها بساعتين صبت الشتا ذوباته كامل. قلت لها ودابا الله يرضي عليك دابا ولات كتعجبني الشتا. الا الشتا كانت تذوب لينا الثلج يا ربي زوينه هذيك القضيه ديال الثلج الشتا. الثلج الشتا بعدا كيذوب ما كيبقاش هكا كيتعرم فوق بعضياته حتى كيولي بحال هذوك الجبال الشاهقه. المهم مرحبا بكم معايا في يوم جديد بعد صويت الصوت شويه باقي مدعدع شويه، دخلت ضربتها بجري وحده عرفتي الموت البرد وانا جالسه كنعبر عن نسيت راسي راني مريضه نزيد نكمل نكمل اللي باقي وما هو حتى وقت المرض. مهم بغيت نبارطاجي معكم البنات كيقول لي ساره شنو جبتي ما وريتيناش شنو جبتي من تركيا هذا. شوف انا باقي غالب عليا العيا ومجموعين عليا بزاف ديال المطارق في دقه واحده مع الرجعه ديالي للاسف، ما ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله في ايام الجايه تعرفوا اشنو تابعني وبزاف الامور. مي خليونا دابا هذا الموضوع هذا اللي كيروي لي دماغي، غادي نخليكم دابا مع الحوايج اللي جبت معايا واخا باقي ما حليتش لي فاليز كاملين زعما. المهم كما قلت لكم مرونه حليت شي حاجه غادي نبارطاجي معكم اشنو جبت. اول حاجه بيان سور ملي كتمشي لشي بلاد ولا شي مدينه اول حاجه اش كتفكري هما لي سوفونير. المهم جبت معايا ديال الكعبه هذه ان شاء الله يا ربي يرزقكم ليها زياره، وديك الدعوه اللي درت معكم من القلب امامها ان شاء الله توصلكم. المهم جبت معايا هكا بزاف ديال المدينه، هادو دي سوفونير راه كتلقاهم بارتو كيجيو زويونين هكا يبقاو لك حتى هكا الناس اللي عزاز وقراب كتبغي تعطيهم ليهم. شوفوا المهم هكا جبت معايا بزاف تاع اللعيبات هكا. شوف هادي عاوتاني تاهي شحال زوينه كاين اشكال بزاف. ميم جبت معايا دي بورت كلي عندهم كيحمقوا تما هكا لي بورت كلي، شوفوا كيفاش دايرين تشكيلات هكا زوينه شويه هذيك واعره. انا حتى كيوصلوا عاد كتبدي يبان لك داكشي راه زوين فاش كيكون المحل داكشي كثير ما كيكونش كيبان لك زوين بحال اللي فاش كتجيبيه معاه. ميم هادو تا هما غادي تلقاوهم في المحلات تما هكا اللي بغيتو تجيبوهم معاكم كاين تاع الله ومحمد رسول الله. هنايا هادو ضروري هادو جاب الله خليت الكارت فيزيت ديال مولاهم. واحد البخور عرفتي لافاليز اللي حليته فيها جات معطره بهم وما دي ميني بخور، وصراحه ايدي غزاله بلاص ما كتاخذي بواط كبيره كتاخذي هكا بزاف ديال الاشكال البخور وكل ريحه كتنسيكم في ريحه. المهم خديت هنايا تقريبا شي 5 ولا 6 ولا 7 الانواع عرفتي الريحه واعره. شوفوا بعدا خديت هكا بزاف الانواع البخور كيكون هكا صغيورين هادو ليا، وخديت هكا منهم حتى هكا دي كادو وان شاء الله الا كتب يا ربي لان فريمون ريحتهم خطيره عرفتي داكشي واعر بزاف. فان شاء الله بزاف البنات كيسولوني على البخور في رمضان انتصار ما كنلقاوش هكا شي بلاصه لي كونفيونس البخور. ان شاء الله انا الا كتاب راه نقدر نكونتاكتي مولاهم هكا ايدي زوينه. انا بلاصه ما تاخدي بواطه كبيره تاخدي 3 ولا 4 ولا 5 هكا صغارين غادي ندوزو الا مشيتي للسعوديه وما جبتي الصلايط ما جبتي والو. المهم انا جبت بزاف الصلايط غير باقي ما حليتش، خديت هكا صلايط عندهم صراحه فنين. خديت هذه في الاخضر الملكي شوف كي دايره غزاله مهبره فنه فنه هكا بموديل الكعبه. خديت هذه هديه الناس الغاليين فنه حتى هي خطيره كيفاش مخدومه تب هذاك الساتان كيفاش هذا زوينه كاليتي ولا لا كولور هذيك ادميه زوينه. خديت هكا لوليداتي ضروري نوريكم هذه اليزا واريز خديت ليها هكا في البلو سيال واريزا خديت ليها بحالها في الغوز. خديت هذه ديال الكبار حتى هي في الغوز هذه حتى هي هديه
المهم خديت هكا بزاف ديال الصلايط كما قلت لكم باقي ما جبتهمش. ميم هادو واعرين، هادو غتلقاهم حتى هما في المحلات تما اللي كيبيعوا داكشي لا سوفونير. هادو جبتهم هكا ديكوراسيون هكا الباب، وفي رمضان كنبغي راكم عارفين رمضان عزيز عليا نديكوري الدار. المهم خديت هادو بجوج الله ومحمد، خديت هادو حتى هما منهم غادي نعطي دي كادو تجي فيهم هذه لا اله الا الله محمد رسول الله، زوينين بحال هكا كيتعلقوا. هادو كما قلت لكم كتقدري تعلقاهم في لي شامب ولا في الدخله ديال الدار ولا هذا. هذا اللي خديته مولاها قال لي المسكه، والبنات قالوا لي لا داك راه سميتو سميتو اللبان ولا ما عرفت شنو، والله ما عرفت لبان دكار ولا ما عرفت شنو. قولوا لي نتوما، ها نتوما نقرب لكم وقولوا لي نتوما هذا شنو بان لكم. انايا هذا مولاها قال لي المسكه وما قالوا لي اللبان، والله ما عرفته. هو كيقول لك هذاك اللبان حتى هو مزيان. قالت لي ماما واش ما جبتيش معاك؟ قلت لها راه جبت شي حاجه شنو هي الله اعلم. قالت لي راه مزيان وراه عنده فوائد بزاف. قلت لها نكذب عليك، قلت لك واش هو هذاك. هنايا ضروري تمشي لتركيا كتجيبي معاك الحلويات ديالهم. المهم هنا خديتها واحد البواطه كتجي هكا مشكله سته. ميم في تركيا ضروري البنات تمشيو تاخذوا الشريحه، عندهم شريحه واعره كتحمق ومهبره، حتى ديك الشريحه الكبيره وحتى ثمنها رخيص، زعما رخيص مقارنه بكندا بيان سور. مع المغرب واش رخيصه فيه ولا لا؟ هنايا خديت واحد العبايه صلا اللي ندمت اللي ما جبتش منها. بديت كنقول ليا كما نفوت الثقل، وهذا واحد العبايه صلا خزاله عرفتي تشوبها هذاك الليكرا زوينه. نتوما الليكرا فنو مبرده هكا الصلا، وكتجيب هكا لاصق فيها داك الكابيشون ديالها. المهم هادي حتى جيت وبديت كنقول ليا ندمت يكون خديت الزرقاء والخضراء عرفتي شكون اللي كتوقع على هاد القضيه هادي. حتى كترجع عاد كتبدا تقول كون خديت هادي وهادي وهادي. خديت هادو حتى هما زويونين، هادو ديال الشوشات تما كيتعلقوا ديال الله ومحمد بحال هاد الديكورات. هادو غادي تلقاهم كثارين تما، وانا راه كيعجبني انا بحال هاد الشيء. والخنانيز وليداتي خديت ليهم حتى هما عبايات مشكلين، شوفوا اليز العبايه يا لالا، هادي خديتها للجامعه ان شاء الله في رمضان براتيك هكا للبنيتات كتجيب بالسنيسله ديالها. شوف هادي كان فيها الموديلات حتى ديال الكبار، غير هو انايا تلفت تما. خديت الاليز حتى هو هكا وحيده للجامع حتى هو، شوف كي دايره بالكول. خديت هنايا كنت خديت دي بيجاما طوالين فنين عند لقيت هادو صراحه البيجامو داكشي ما تلقاوش في السعوديه. مي انا سبحان الله تلقيت واحد المحل قلت له العجبه جي جي، حتى ما كتبقي تلقاي العبايات العبايات العبايات. المهم خديت هنا واحد جوج بيجامات زوينين الثوب ديالهم. خديت ليا انايا خلاص راه خديت ليا جوج عبايات تما راه تكونوا شتوني لبستهم، وزدت لي عبايه واحده اخرى حتى هي هكا سامبل زوينه في النوار. شنو خديت عاوتاني كاند؟ المهم خديت بزاف الكنادر والعبايات وداكشي، هادشي ما فيه اللي حل بقى عاوتاني كيطوي. شنو عاوتاني هنايا كنت خديت عاوتاني بزاف ديال هاد التمور، هادو كيجيو فنين. هادو حتى هما راه كنت صورت لكم محلات اللي كنت باغي نضربو دويره على حقها وطريقها، راه في الفيديوهات اللي شاركت معكم راه تلقاو كلشي هادشي اللي كنشارك معكم. المهم كاينين هادو كيجيو حتى هما زوينين هكا تعطيهم، كيجيو معمرين باللوز ومفندين في الزنجلان دي بواط بحال هكا كتعطيهم حتى هما. خلاص العجوه ديجا حليت البواطه الاولى، هذا اللي باقي ليا باقي يلاه جبدت حتى هو. هنايا كنت خديت واحد صلايط فنين كيجيو هكا على شكل دي ساك، هادو فنين هادو ان شاء الله تما الا كتبرا البنات كيسولوا على بحال هادو ان شاء الله الا كتبرا نقدر ندخلهم ليكم. هادو انا راكم عارفين مضروبه على الزرق الملكي والخضر الملكي. المهم هادي واعره فنه وتا لاكاليتي ديالهم غزاله، شوف كي دايرين وباش زوينين كيجيو هكا بالسويك ديالهم هكا للجامع للطوموبيل الخدمه كيبقاو عندك هكا براتيك ديما في داك السويك مجموعين. شنو هنايا عاوتاني هنايا كنت خديت بزاف الكتب من تما راه كنت بارطاجيتهم معاكم ديال الحج والعمره، هذا ديال الادعيه الصباح والمساء، هذا حتى هو سميتو صفه العمره بالصور، هذا كيشرح لك كاع داكشي ديال العمره. هادو البنات هاد الكتب كتلقاهم ما بين 3 5 ريال. وميم تما في المسجد راه كتلقاو بزاف بعض المرات الا تصادفتوا معاهم ناس كيعطيو الكتب، تما تلقاو الناس كيعطيو التمر بعض المرات السابح بعض المرات الماكله بعض المرات الماء. المهم انا كنت دائما كنتصادف مع اصحاب الكتب تبارك الله ما شاء الله، يعني كيعطوك بحال هذا زوين هذا يلاه ناويه نقراه اللي هو اقوال مختاره للمراه المسلمه.
المهم كما قلت لكم اختكم باقا مرونه باقي يلا كنجبد شويه بشويه. المهم حاولت نشارك معكم البارتي الاولى، ان شاء الله يتهلا كتبهم بعد نشارك معكم لو غيس. ويا اهلا من قلب المغريه، تقولي انت صرخ لينك في الدار فين خرجتي؟ المهم اختي جيت للمحل، المحل توحشت وتوحشت المحل الدور، كما نقولوا اللي مي شريت نزه كندور هكا في محلات الديكورات والمواعن وداك الشيء، سورتو في هاد لا سيزون هادي ملي كيكون قرب نوال عرفتي كي الطوب ديال الطوب ديال المواعن والفراش والديكورات عرفتي تبارك الله كيبدعوا. المهم هنا جيت لوينرز، هو صراحه بيني وبينكم ما باغاش زعما ناخذ هكا ماشي زعما جايه باغا نتقاد وداكشي، لا جايه على حاجه وحده معينه باغا نبريزونتي فيها ان شاء الله نهار الدخله ديال هكا اللي يجيو عندي فيها الناس، عندي واحد ليدي في راسي باغا نبريزونتي فيها واحد اللعبات. ولكن المهم لقيتها من الخير، ما لقيتهاش من الخير احسن، لانه بيني وبينكم بغيت نفراني الشريان وداك الشيء كنقول المهم الا لقيتها مزيانه، ما لقيتهاش راه ان شاء الله نبريكولي بواحد الحاجه اخرى. ومن بعد ان شاء الله مازال غادي نمشي لهذا الدولاراما باغي ناخذ منها واحد لاكاس دي ساكادو. نجي نوريكم واحد القريعات فنين، شو كيديروا عجيب العجيب، بدعوا بدعوا في المواعن. دابا انا هادو نشوفهم محطوطين هكا معمرين بعصير هذا يجي واعرين، ولكن اللي اكثر حاجه وليت كنهز لها الهم المواعن هي فين نحطهم وفين نخبيهم، كنظن هذا معظم النساء عندهم هذه المشكله هذه. المهم هنايا هذوك القريعات شو هادو كيدايرين فنين زوين، هادشي صراحة واع. شوفوا شوفوا لي هادو هادو ديال الكيك شو صغيورين، هادو لي بريزونطواغ، هادو عاوتاني أشكال وأنواع. شوف هادو يبان لكم هنايا داير لهم الراس، يا إما كيكون هذا راس الغزالة ولا هذا هاديك سنو فليكس ديال التلج. هادو دابا بالتيم ديالهم هما زعما، لأنهم هادو بين الرموز اللي كيوحيو هنايا عندهم النوال هنايا خلاص الطبيصلات وداكشي السرابس ديال الطباصل. هاد لا كولور فن، شوفوا كيفاش دايره زوينه، هذا اونصومبل داير ليه 17 دولار في زليف كبار والصغار ديالو. هادو تما زوينين، انا بحال دابا هادو كيعجبوني، ولكن كان كما قلت لك وليت اكثر حاجه كنهز لها الهم هي بحال دابا هذا بوحدو يشد لك طاجيره، الا شريتي جوج صافي مشى لك البلاكار كامل. هادو كاتبين عليهم ليكيداسيون بحال هادشي، دابا هاد اللي في كيكون فيهم تيكيتات حمرين غالبيه كيكونوا في جنب كيكونوا ليكيداسيون. شوفوا هادو يا حليلي، عقلتوا على الطويلات هادو؟ ها انت عقلتوا على دوك اللي كنت قلت لكم بلمسه بلديه مغربيه؟ ها انتم والله الا مهبطينهم ب 10 دولار. يلا البنات الهجوم الهجوم، ها انتم كاينين هادو برجيلاتهم، كاينين هادوك جوج صغيورين راهم اللور، وكاين دي بلاطو كبارين. عاشقه الشوكولات كتكون هادي لا سيزون ديالهم، هاتي راه في مدرتي كتلقاي الشوكولات 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 وهذوك حدوك اللي كوفريتا هما. المهم كيشوفوا لي هادو تنحاس واعري، شوفوا هاد الغطايه بعدا كي دايره، هادي بحال المقيله وهاديك كوكو صغير بحال الطنجره صغيره، هنايا بحال هادو مقيلات داكشي صراحه مدخلين زوين. هنايا داكشي تاع قولي بارك عليك من الدوران، سيري 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 هاد شوف بلا نوريكم هادي ومشي بحالي صافي. شو هادي زوينه وعدتو يا حلوات للبيت. المهم مشيت للدولاراما، يلا هذيك جبت التليفون كنقول نصور ما نصور نصور ما نصور، قلت جمعي راسك الزيج بغيتي خرجي، لان هي اون فوا كنطول فيها كنولي كندير البساله كنولي هازه شي حوايج ما عندي ما ندير بهم، هذه المشكله هكا تاكي عجبوك هكاك، علاش انا هاد القاعده هادي وليت كنخدم على راسي كنقول دخل نهز داكشي اللي بغيت ونخرج بحالي. المهم انا هادو هما صراحه اللي كانوا دايني ولي هما هاد لي ساكادو، كنت بغيتهم في النوار يكون داخل فيهم دوغي ولا شي حاجه، ولكن والو ما لقيتش، لقيت هادو كيجيو هكا باك فيهم ثلاثه كومي، المهم بيض هكا مع سيلفر يدوزو زويونين. المهم خديت هكا بزاف منهم لانه التيم اللي انا كنت بغيت ندير يكون هكا داخل فيه نوار دوغي، ما كتبش ماشي مشكل. والقريعه حتى هما من الزهر، شكون اللي كتوقع على هاد القضيه؟ كنكون دابا مثلا ديما كنمشي للدولار ما كنلقى واحد القريعات زويونين هكا، وكنقول زعما هادو يجيو زوينين هكا هكا هكا، واليوم اللي غادا خصيصا على قبلهم ما لقيتهمش، كنسول عليهم كيقول لك لا كاينين الكبار ديالهم. المهم كبار هكا جاو يعني انا ما القد هكا نعمر بهم متزمزم البوديزه اللي عندي تخوا. المهم في الاخر شقيت خديت خديت هادو نوريهم لكم، ها نتوما الله الله الله. المهم دارت الحفله خديت هادو كيجيو تما باك فيهم ثلاثه، كتجي هكا الغطايه ديالهم النوار، نيت انا كنت بغيت هكا شي حاجه فيها النوار
صافي هادو مثلا نعمرهم ان شاء الله بماء زمزم، وغادي ندير فيهم هنا واحد ستيكر دابا تشوفوهم معايا ان شاء الله فيهم عمره مثلا مقبوله. تقدروا مثلا تزيدوا فيهم هنايا مثلا واحد الغيبون هنايا، هانتوما خيرات ربي. يلا يلا ما بقاش. المهم هنايا عندي بزاف ديال التسابح بحال هكا كيجيو هكا. المهم خلطت انا اللوان باش ماشي كلشي كل نفس اللون، كيجيو هكا كلوينات مخلطين و او ميم طون ما غاديش نديرهم نيشان، كيجيو هكا في هذا لي بوشيت بحال هكا كيجيو زوينين. المهم هو نورمالمون هذاك اللي كتخديت من عنده كان دار لي هادو في الخضرين، ولكن انا عندي ديجا هذا، انا كما قلت لكم بغيت هذاك الطيب يكون هكا فيه داخل فيه اللمسه ديال الدوغي، لان السربيس وداكشي اللي غادي نقدم كلشي غالبيه غادي يكون غالب عليه الطيم ديال الدوغي. ها نتوما هنايا قديت هذاك الشيء دغيا. المهم ها نتوما القريعات بعد ما غسلتهم عمرتهم، غنوريكم درت عليهم هاد ستيكرز هادو ديال عمره مقبوله كما كتشوفوا هكا جاو ترونسبارون ومكتوبين بالنوار، المهم جاو زويونين هكا يتحطوا. المهم انا حطيتهم غير مؤقتا لان غادي نديرهم ان شاء الله في هاد لي باك هادو، لي باك هادو اللي شويه ما فيهمش زواق درت فيهم عمره مقبوله، هادو مزوقين بزاف ما قلت بناقص يعني ما كاينلاش. صافي حتى هما هكا يلا درت فيهم هذوك التيبحات. المهم هكا خلصت كما قلت لكم كل واحد درت لي حاجه مخالفه على الاخر، ورجعت معاكم مره اخرى. بنتي صار عاوتاني فين تخشيتي، انا اختي جيت غير عاوتاني نشم ريحه البلاد عندي ليز دطلس. المهم كما قلت لكم هذا النهار هذا عندي جري جري جري، جيت هنايا اول حاجه الله يعطيهم الخير لقيتهم وجدوا لي واحد سوربريز. انا مكوموندي عليهم شحال حاجه هكا الكاطو لي سواغي البسطيله وداك الشيء، هما اللي جايين نديهم لقيتهم وجدوا لي هادو اشي شي شحال فني هادو لي ماغنوم بالتسبيح زعما بلوتيم. وسبحان الله العظيم انا قلت لكم دايره لوتيم في الطوغي ولقيتهم صايبينهم ليا بالضوغي، سبحان الله العظيم على الصدفه قراو لي افكاري. شوف نوريكم لكم هلا، شوفوا لي لي كوكيز غزالين زعما، هادو بالسجاده هادو بالكعبه وهادو بالتسبيح. هادو كما قلت لكم كانت سوربريز غزاله عرفتي والله العظيم فرحوني، يعني بحال هاد لي جيست هادو كيلعبوا بزاف نفسيتك. هنايا بالنسبه للكاطو ماروكان هانتوما كنت اختاريت هذاك الشيء اللي حليوات بلديين، خديت هادي زوينه ديال العين كتكون معمره، خديت هادي محبوبه الجماهير عندك هي وريش بون وداك الشيء، هادو كيكونوا عندهم عشاق كثار ديال الشوكولاط الكركاع الكعبه الفقاص. خديت هادي صايبوها ليا حتى هي غزاله كتجي ديال القبعه معمره بالنوكاتين فنه، وهادو هما لي زوريو لي صايبو ليا مع الماغنوم. هنايا خديت شويه هادو خديتهم للفطور، هادو كينفعوني في الفطور ليا لوليداتي كيعجبوهم. وهنا باش نكارني ان شاء الله الطبيله ديالي غدا خديت هاد الزيتون هذا حتى هو كيصايبوه، كاين هذا واعر بلي زيبينار والثومه فن والربيع، وكاين هذا بالهريسه حتى هو بالمنسمات حتى هما غزالين. وخلاص هادو هما لي ماغنوم اللي وريتكم في الاول، كل واحد هو اللي يدخل يوقف على خدمته تبارك الله ما شاء الله. شوفوا لي واحد البسطيله يا البنات كي دايره بسطيله، واش من بسطيله شو كي القوام بعدا كيفاش داير. هادي من يدين الحادقه ديالي فاطمه الله يعطيها صحيح، حتى هي اللي كتكلف بالمالح تبارك الله، ما كلهم عندهم كل واحد عنده لمسته خاصه. هنايا جيت نيشان قالت لي حتى كما قلت لكم بغيتو هذاك الشيء يطيبوه لكم كيطيبوه يدريسيه ويزوقوه، ولا بغيتو تديوها نتوما وعاد طيبوها كيبقى لكم لو شوا. انا لان كما قلت لكم عندي العراضه غدا ان شاء الله غادي يقادوها ليا هما، وغادي نديها انا ان شاء الله غدا غير غادي ندهنها وندخلها للفران طيب تبارك الله ما شاء الله. شوفوا الطروفه بعدا ديال الحوت وداك الشيء زعما مقومه على حقها وطريقها ومعمره. انا بعدا مع دخلت عندهم الكوزينه ضربتني الريحه الله يعطيك الصحه اختي فاطمه. شوف شوفوا البنات كي دايره داك الشيء طيلتي، ها هي صبحات جاهزه قادتها لي. شو الزويويقات يا لالا، مهم دهناتها لي وكل شيء. انا كيصحاب لي تمشي عند دهنها قالت لي لا غير سيري وكتخشاني شاف فران، يعني حتى هادو اللي عندهم العرايد هكا با كيبغيوها يديوها عاد يطيبوها راه كتقاده لكم وتشرح لكم الطياب وكل شيء. وهنا غادي ندوز نوريكم الحويجات اللي ولاو كيديروا دابا اللي كومونديت عليهم واللي هو المالح. هاد الملح هذا تقدروا مثلا عندكم قوتي على تيساع بغيتو يبقى عندكم دائما، دابا هذا وقت البرد كنبغيو ليه سوب، بعض المرات كتكوني ما فاك اللي طيب كتبغي ديري هكا شويه طبيصه الملح مع لي سلطات، ف ولاو كيديروا هكا دي بواط بغيتو يطيبوه ليكم مثلا عندكم عراضه يقدروا يطيبوه ويعطوه ليكم مزوق وكل شيء، سينو كيقدروا يعطوه لكم هكا في دي بواط. انا مثلا كومونديت عليهم وحدين، انا خليت لهم لو شوا داروا لي وحدين باللحم معسل والمشماش سيطلات ديال النورمال ديالنا بلدين باللوز والدجاج
لي سيغار داروا بزاف نوريكم بزاف الانواع بحال هادو بالسوريمي. شوفوا ليا الطويصات هادو بالسوريمي، هانتوما عشي ريحتهم واعره كما قلت لكم. بغيتو يطيبوا لكم، بغيتو يعطوكم هكا خضرين نتوما كتمشيو تكونجليهم وقت ما بغيتوهم، سواء كتقليو سواء كتدخلو من الفران. ميم كيديروا هاد لي شوسون هادو حتى هما بلا زيبيناغ والفرماج. شوفوا ليا واحد مجموعه ديال الكيكات، الكيكات وحده لك وحده اللي عزيز عليك تبارك الله. هانتوما كيكات، عرفتي الريحه كي طالعه مع ديك ريحه الكيكه فاش يلاه كتخرج من الفران، غزالين بلي بيبيت ديال لي شوكولا هكا. باغيين هكا شي حاجه للقهيوات العشيه، اتاي جايين عندكم شي ضياف هكا على غفله. جي دابا السوبر مارشي، قولي انت صار هنا تعرفوا لي السوبر مارشي تعرفوا علاش ربيطات النعناع. المهم هاد المره مولفين يديروا الرباط كبار، هاد المره شفتهم مفقرمين. كنت بغيت الشيبه لقيتها باقا ما تحطاتش، نورمالمون هذا هو لقيتها فاش كتكون الشيبه. المهم نقضيو بالنعناعات هكا، ريحتهم زوينه، وناخذ شويه الديسير شويه الخضيره نتقدى للدار، وديك الساعه عاد غادي نتاجروا ان شاء الله للبيت من السوبر مارشي. تبارك الله عامر كي صحاب لي جايه والسيمانه غادي نلقاه خاوي. هذيك ديك الساعه كلشي كيفكر بحالي كلشي كيفكر راه السوبر مارشي كيكون خاوي وسط النهار. المهم غادي نتقدى ان شاء الله داكشي اللي غادي يخصني ونمشي. وكنت بغيت فليو وكنت بغيت هكا، ولكن ماشي مشكل نقضي بهداكشي المجفف اللي عندي. وصلت للدار الحمد لله بخير وعلى خير. مهم بهذا مع نهايه اليوم، مع تبارك الله النهار قصير. دابا فاش كتبداي بكري كتحيد عليك بزاف ديال الاغراض، خصوصا مع العرض ان شاء الله اللي دايره انايا. مهم الله يعطي الصحه للحادقات الثلاثي، الثلاثي الحادق ديالي ديال دليز داطلس، الله يعطيهم صحيحتهم. سهلوه عليا وسهلوه على المغاربه والجاليه كامله المغاربيه هنايا. يعني فاش كتكون عندكم عراضه شي حاجه ديال تحمير الوجه، خصوصا اللي كتكون خدامه يديها مدروكه مع الوليدات، وخصوصا حالتي انايا لان انا حالتي الصحيه ما معزيش عليا الشكاوي بزاف، مي ربي اللي كيعلم بكل واحد. عيانه داخلي وراسي وكلي وجسدي شويه باقا مدقدقه، وراجع عليا العيات العمره الله يتقبلها يا رب العالمين، وعنديش لا مطارق في هاد الايام. المهم الحمد لله سهلوه عليا الله يعطيهم صحيحتهم. هنايا بالنسبه لدوازد اتاي هادو هما الكيكات اللي لقيتهم يلا خرجوا من الفران، خديتها سخونه. المهم هكا هادي ان شاء الله باش غادي نديرها مع اتاي. بالنسبه لدليز لاطلس راه مغنيه عن تعريف، كاينين في بولفار فيو، ان شاء الله نخلي لكم لي كونتاكت ديالهم. ودو بريفيرونس الى عندكم مناسبه ولا هذا تكومونديو على تيسع، نوريكم البلاطو ديال التمر بريستيج لي صايبوا ليا انا. ان شاء الله غادي نحط العجوه وداكشي التمر اللي جبت معايا من السعوديه، مي هذا بغيت نزيدو ان شاء الله. شوف كي داير لوحات فنيه الله يعطيهم صحيحتهم. المهم هكا داروا ليا شكيلات بزاف. هنايا خديت خبيزات ديال الشعير بالقمح وداكشي، خديت هنايا ديال السميده المهم خلطت ان شاء الله هكا في الطبيله، نحط شويه هكا شويه هكا، واللي بغى شي حاجه راه كياخذها. المهم خديت هنايا السميده حتى هي، لان غادي يكون عندي بلا اخر بلدي. خلاص البسطيله راه جيت نيشان هبطتها للثلاجه لتحت، هذيك عطاوها ليا غير قالوا ليا تبقى هكاك واحد السويعه هكا ويجيو عندك الضياف اختيها في الفران. هنايا غادي نوريكم بلاتي عليا، غادي نوريكم ان شاء الله غادي ندير بلا ديال لي سواغي هكا مع العصير. فشوفوا هنايا ان شاء الله هادشي دابا راه ما غاديش يبان لكم بحال اللي فاش غادي يكون محضر. هنايا صايبوا ليا لي طارتوليت ديال الاناناس وديال البلوبيريز. هنايا في البلاطو ديال السواري غادي ندير هذا بالشوكولا جو كخوا دي اوبيرا. المهم انا كما قلت لكم خليت لهم لو شوا لانهم انا عارفه تبارك الله ما شاء الله مبدعات. وهنايا غادي نقرب لكم هذا، تشوفوا ناري ناري مسامحه اللي غادي نشهيهم. شوفوا هادو قلت لهم قالوا لي واش نقطعهم لكم ونزوقهم، قلت لهم خليو لي انا نمشي نساكن تاهما الله يحسن العوان مشغولين، قلت لهم خليهم لي باش نقطعهم على طريقتي. هادو ديال بيستاش شوفوا كيفاش دايرين واعرين ديال البيستاش، هادو ديال الفرامبواز وهادو ديال السيترون. وصافي وداكشي اللي وريتكم عندهم في المحل من الحليوه البلديه من المال هذاك حتى هو ان شاء الله غادي نديرو ليا في الفريكو، خديتو ليا باش هكا يبقى ليا مع لي سوب وهكا. بعض المرات كنكون شطونه شويه بالخدمه وصافي. وان شاء الله دابا غادي ندوز كل حاجه تشد بلاصتها باش غدا من ترونش. خديت الماء، خديت المناضه، خديت المهم داكشي اللي غادي يخصني كامل. ومرحبا بضيافي ان شاء الله الحباب اللي غادي يجيو يزوروني، وما كرهتكم كلكم تجيو تزوروني وحق الله العظيم سبحان الله العظيم. في السوق ولا فين ما مشيت من نهار جيت كنتلقى بالناس عرفتي واحد الفرحه، انت صار جيتي من العمره، انت صار جيتي من العمره، عرفتي فرحانين بيا بحال كنتلقى بالعائله ديالي.
سبحان الله العظيم فين ما مشيت فرحانين بيا. الله يرزقكم هاد الزياره هادي والدعوات اللي دعيت معكم في ذاك المقام توصلكم يا رب العالمين، دعيتها من قلبي. وتنتوما شنقول لكم ما تنساونيش من دعواتكم ان شاء الله يا ربي، لان محتاجه دعواتكم. يا ربي يتسهل علينا وعليكم يا رب العالمين. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، غادي تشوفوا معايا هذاك الشيء طوب كيما عوداتكم اختكم انتصار التاويل والحطه وداك الشيء غادي يكون واعر. وتهلاو في راسكم، وبهذا نهارنا غادي يكون سلام، ومع السلامه.